التقى الجيشان في معركة حاسمة، جيش المؤمنين من بني إسرائيل بقيادة الملك الصالح طالوت الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليقود بني إسرائيل، وجيش الملك الظالم الجبار الكافر جالوت الذي كان يفوق جيش المؤمنين من بني إسرائيل بأضعاف مضاعفة. وجالوت نفسه يعرف عنه أنه كان فارسا لا يهزم، ولولا تدخل هذا النبي عزيز المشاهد كما قال كثير من المؤرخين لخسر بنو إسرائيل هذه المعركة الحاسمة. إليكم قصة نبي الله داود. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، كيف حالكم؟ آمل أن تكونوا بخير. لم يكن عزيزي المشاهد نبي الله داود فارسا ولا محاربا ولا عالما بأمور الحرب، بل كان صبيا في سن الشباب يرعى الأغنام في الصحاري والجبال، لكنه كان قلبه عامر بالإيمان. كان يعرف بقرار في نفسه أن الله سبحانه وتعالى هو المهيمن على هذا الكون، هو الخالق العظيم. كان يعرف أن لا قوة غالبة لقوة الله سبحانه وتعالى، فعزز الله سبحانه وتعالى إيمان عبده داود وأرشده إلى صراط المستقيم وإلى النور العظيم، وجعله من المقربين، وجعله نبيا من أنبياء رب العالمين. كان ينتظر نبي الله داود حدث عظيم سيغير مجرى حياته إلى الأبد، الحرب العظمى بين بني إسرائيل وجالوت الطاغية. كان بنو إسرائيل في تهديد وجودي حقيقي وتهديد بالإبادة الجماعية لهؤلاء، إذ كانوا محاطين بملك جبار عتيد ذو قوة لا راد لها إلا الله سبحانه وتعالى. كان لديه جيش جرار، أي مدينة يدخلها يقتل أهلها، وكانت المدن التالية هي مدن بني إسرائيل. فلجأ بنو إسرائيل إلى نبي الله شمائيل الذي أخبروه ما العمل الذي يجب عليهم فعله، وأخبروه بأن يختار لهم قائدا لهم يحاربون تحت رايته. فما كان من هذا النبي إلا أن سأل الله، فأخبره الله سبحانه وتعالى أن طالوت يجب عليه أن يحكم بني إسرائيل وأن يقودهم في هذه المعركة الوجودية الحاسمة ضد الطاغية جالوت. قبل بنو إسرائيل طالوت حاكما وواليا عليهم بعد عناد شديد ورفض عنيد. السبب الوحيد الذي جعلهم يقبلون هو آية من الله سبحانه وتعالى لحكم طالوت، وهو أن أرسل لهم الناموس، والناموس هو تابوت عزيز المشاهد فيه شيء من أثر نبي الله هارون وموسى، ويقال فيه التوراة النسخة الأصلية وعصا نبي الله موسى التي تحولت إلى أفعى. وكان بنو إسرائيل قد فقدوها في أحد الحروب، وعندما عادت إليهم رجعت إليهم الطمأنينة. فبنو إسرائيل كانوا يعتقدون بأن أي حرب يقاتلون فيها وهم ليس معهم هذا الناموس كانوا خاسرينها لا محالة. بعد أن ثبت الحكم لطالوت بدأ في إعداد جيش لملاقاة جالوت. في البداية أعد جيشا كبير، لكن ثبت أن أكثر من 75% من هذا الجيش إيمانهم ضعيف ولا ينفعون للقتال بسبب حبهم للدنيا وكرههم للموت في سبيل الله والجهاد في سبيله. وكان عزيز المشاهد الغلبة لجيش جالوت تكاد مضمونة 100% على جيش المؤمنين، وذلك لكثرتهم مقارنة بجيش المؤمنين من بني إسرائيل بقيادة طالوت. عندما التقى الجمعان عزيز المشاهد خرج جالوت من جيشه وقال لجيش المؤمنين من يبارزني؟ وقد عرف عن جالوت أنه كان فارسا عتيدا لا يخسر مبارزة، وكان قويا ذو بنية جسدية هائلة. خاف جميع بني إسرائيل من مبارزة جالوت، لأنهم يعلمون أن مبارزة جالوت تعني الموت المحتم والخسران المؤكد.
ويقال أن الحاكم الصالح طالوت لم يبارزه ليس خوفا منه، بل من أن قادة الجيش أخبروه بأنه إذ مات طالوت خسر المعركة حتما. في هذه اللحظة عزيزي المشاهد، أتى شاب إلى الملك الصالح طالوت وأخبره أنه يريد مبارزة جالوت. وهذا الشاب عزيزي المشاهد هو نبي الله داود. أشفق الملك الصالح طالوت على داود لأن بنيته الجسدية كانت ضعيفة وأنه شاب صغير لا يقدر على مقاتلة جالوت، وأخبره بأنه معفي من هذا القتال وأن يذهب إلى أي مكان آخر. لكن إصرار نبي الله داود جعل طالوت يقبل مرغما. ما إن اقترب نبي الله داود من الطاغية جالوت كان في يده مقلاع وخمس طوبات، فأمسك أحد تلك الطوبات وضرب بها جالوت في رأسه فأرداه قتيلا، وكانت تلك معجزة عظيمة. ويقال أغلب المؤرخين بأن عندما مات جالوت خسر الجيش جيش الكافرين وربح جيش المؤمنين، ذلك لأن جيش الكافرين كان في صدمة مما حصل وأن قائدهم قد قتل، بينما ازداد إيمان جيش المؤمنين من بني إسرائيل ما عزز قواهم ودفاعهم في القتال. هذا الحدث عزيزي المشاهد زاد من شعبية نبي الله داود وأصبح من الأساطير والأبطال لدى بني إسرائيل. وكان الملك الصالح طالوت قد وعد أن الشخص الذي يقتل جالوت يزوجه ابنته ويرث الحكم من بعده، فكان ذلك من نصيب نبي الله داود. حكم نبي الله داود في بني إسرائيل بالشريعة، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى عليه كتابا مقدس اسمه الزبور الذي كانت فيه كثير من القوانين والشرائع ومنهاجا لبني إسرائيل. كان زمن نبي الله داود زمن حروب، فمكن الله سبحانه وتعالى نبيه من الحديد، أصبح الحديد يلين في يد نبي الله داود، ذلك بأن معظم الحروب التي خسرها بنو إسرائيل سببها الدروع الثقيلة التي كان يحملها الجيش. فهنا عزيزي المشاهد وهب الله سبحانه وتعالى لنبيه قدرة تليين الحديد بدون مطرقة أو نار، كان يشكلها بيديه دروعا خفيفة تصد ضربات السيوف والسهام، وكان ذلك من أسباب نصر بني إسرائيل في الحروب القادمة. ليس هذا فقط، بل كانت هنالك معجزة عظيمة تنتظر نبي الله داود. ذات يوم بينما كان نبي الله داود مستلقي يستمع إلى الطيور، لاحظ أنه يفهم الكلام التي يقولها الطير لبعضهم، الخطاب الذي يتخاطبه الطير مع بعض، فبهت نبي الله داود للحظة، وبعدها أدرك أنها نعمة من أنعام الله وأنها معجزة لهذا النبي، فأصبح هذا النبي يكلم الطير ويفهم لغتهم ويكلم الحيوانات ويفهم لغتهم، وبذلك كانت معجزة عظيمة لهذا النبي. ليس هذا فقط، بل أنعم الله سبحانه وتعالى على نبيه داود بصوت عذب، إذ كان يغني ويعزف أروع الألحان، كان يختلي بنفسه في الجبال والصحاري ويغني أغنيات، فتدخل ذبذبات صوته مع الريح مع صوت الطيور ويشكل بذلك سيمفونية ولا أروع للسامعين، حتى أن الطيور كانت من شدة جمال صوت هذا النبي وعزفه تظل تستمع إليه إلى أن تموت من الجوع ومن العطش، ذلك لأنها تفضل سماع صوت نبي الله داود على بقية الأشياء الأخرى في الدنيا. لكل بداية نهاية عزيز المشاهد، بما أن نبي الله داود كان بشرا فكان الموت حقا عليه وكان أمرا محتما. عندما مات نبي الله داود جزع بنو إسرائيل جزعا كبيرا لما كانوا يحبون هذا النبي ويحترمونه ويعرفون أن البركة والخير والأمان الذين يعيشون فيه من بعد فضل الله سبحانه وتعالى يأتي فضل نبي الله داود. ويقال بأن بني إسرائيل لم يجزعوا لموت شخص منذ موت نبي الله موسى وهارون بهذا القدر. من الروايات المتداولة أن في جنازة نبي الله داود خرج إليها جميع بني إسرائيل وشيعها 40,000 من أحبار اليهود ورهابينهم. كان الحر شديدا في ذلك اليوم، فاشتكى بنو إسرائيل في جنازة نبي الله داود لابنه سليمان،
فما كان من نبي الله سليمان إلا أن دعا الطير، فاجتمعت الطير وتراصت فغطت الشمس، وحتى أن بني إسرائيل لم يروا نورا للشمس، وغطى الريح عنهم، واشتكوا لنبي الله سليمان من هذا، فأمر الطير بأن تتفرق قليلا على بعضها ليتمكن الهواء من الدخول لبني إسرائيل. وهذا عزيز المشاهد يقودنا إلى قصة نبي الله سليمان، لكن تلك قصة أخرى. أملو عزيزي المشاهدين أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم ولو قليلا بقصة نبي الله داود. في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين.